اسمع الزلم قران مرحبا اسون اسا السبت 15 ابريل 2023 السبت كما تعرفوا بدايه نهايه بدايه الويكند يونيفرسال عند خيالنا التوانسه اللي نحييهم وعند خيالنا المغاربه اللي نحييهم بدايه العطله الاسبوعيه سي الويكند غير احنا في الجزائر الا غالب احنا مازلنا اليوم نهايه كيف اسمه العطله السمي ويكند احنا ما نشكي الناس احنا نحبوا ديما نكونوا خير من الناس وكما قلت لكم نكون غير كنا كي الناس راح نعطيكم خبر ماهوش مليح الناس البارح اللي تبعت الفيسبوك شافوا باللي كانت جريمه شنعاء صرات في ولاية أم البواغي وفي بالضبط في مدينة عين مليلة. تحية كبيرة إلى ناس عين مليلة والناس الشوية الفحولة ولاية أم البواغي ناس معروفين بالشهامة نتاعهم مي سامبلومون هذا الشيء هذا اللي صرا ديما سي سون دي كا إيزولي مي كثرت هالمشاكل هذه نتاع اغتيالات نتاع النساء سورتو الزوجه كما قال الانسان اللي ما يعجبوش الحال الكامل يتكى على مرته ويذبحها ويقول لك المشكل وين هو ان حتى هذو الناس اللي مدوا هما مدوا لافورماسيون والناس اللي تعلق يعني يوجعوا القلب شغل بيزومبل تقريبا يمدوا حق للراجل باش يقتل المراه نتاعو يعني وحنا رانا في القرن 21 ورانا في 2023 ومازالوا الناس يتكلموا بالعنف ومازالوا يعرفوا غير العنف ومازالوا الناس يتكلموا بالشرف ومازالوا الناس يتكلموا ما على باليش انايا واش من شرف يا راجل حمو انت كي تقتل واش من شرف انت كي زعما كي قتلت راك رجعت الشرف نتاعك ماشي خلاص الناس لازمهم يتوعاو ولازمهم يعرفوا باللي العنف ولا القتيله ولا الذبيحه راهي ما تجيب والو نهائيا او كونترير المراه هذه مسكينه يقولوا بلي يتيمه الابوين ما عندهاش لا بي لا ام على حسابهم ويقولوا ثاني بلي راهي كانت اونسنت يعني باش تشوفوا كيفاه الجريمه كيفاه جريمتين في جريمه واحده على كل على حسب المعلومات الاوليه اللي كتبوها بعض الصفحات اللي تبعوا في هذه القضيه هذه
هل الأم هذه على كل حال يتيمة الأبوين كما يقولون، أم لثلاث أطفال، أم لثلاث أطفال وحامل مسكينة لي أونسينت. فوالا سيت دام ايتي أساسيني باغ سون ماري. ما عندناش بزاف معلومات كما تعرفوا، كي طال الويكاند ما نقدروش نجيبوا معلومات بزاف. الويكاند كما قال واحد الجمعة والسبت يسمى ما كانش خدمة حتى الغدوة باش نشوفوا واش كاين واش صرا بالضبط في هذه القضية هذه، وحتى ولو نجيبوا معلومات. ومن المرأة هذه مسكينة الله يرحمها ماناش راح نقدروا نرجعوها، ومهما واش نديروا ما نرجعوهاش، باسكو هذه هي المشكلة وين نجيها. الناس حتى لو كان بيكزومبل سيدي نقولوا انسان تغشش ولا منا حتى بالضرب كيما قال واحد، معليش واحد يضرب ديما تصرا كي سوا مرا ولا الراجل يتعنفوا هكذا، من بعد ما تقع فيها سماحات وتقع فيها من امن الاغتيال. الاغتيال يا ناس، الاغتيال. وهذا السيد هذا يكونش في عمره 20 سنه بيكزومبل، خلينا ما نقولوش في عمره 40 ولا 60 باسكو راحت حياته، كيضل في عمره 20 سنه اذا حكموا له كما قال 21 سنه اخرى راح يخرج في عمره ما عاد قداش من السجن. وهذه السنين هذو اللي تحكمهم كامل في السجن، يا هل ترى هذو زعما رجعوا لك لونور تاعك كما قال واحد؟ او كونترير، زادوا ولادو يبقاو يتسردوا، وزادوا كيف اسمه ليموسيون تاع الاولاد مساكن. راكم تعرفوا عندنا في الجزائر ما كانش تو سويت يهزوا الاولاد هذو، من عارف كيفاش صارت العمليه، الاولاد باش يديوهم كيف اسمه البسيكولوج ولا ما كان والو. أول قبل كل شيء نحب نتكلم ونقول بلي هذه الجريمة هذه ما هيش هي الأولى وما تكونش هي الأخرى، وديما نقول هذه وين تصرع جريمة كيما هكذا نقول لكم بلي راهي ما هيش الأولى وما تكونش هي الأخرى. البارح علقت التعليق جماعة تاع الفيسبوك، قال لك لك ما تنحيش التعليق نتاعك نحبسوا لك لاباج نتاعك. بورتون انا ما قلتش حاجه كبيره، انا قلت للناس البنات هذو والنساء يا ودي ما عادش تزوجوا بالجزائريين، من مثل من بينهم انا ثاني شويه الجزائريه، قلت لهم ما تعادش تزوجوا بالجزائريين. علاش؟ مادام الجزائريين دباحين. قال لك نو، قال لك هذا سي لاين ولا ما عرف واش هما ولا ماهيش لاين. انا قاعد نقول في الحقيقه، انا قاعد نقول في الحقيقه الناس دوكا الجزائريين ولاو الاغتيالات هذه عندهم سهله. وعلى هذا انا ننصح النساء وننصح البنات اللي راحوا يتزوجوا، راحوا شوفوا زوجوا مع ناس اخرين، زوجوا مع ناس اللي ماهمش تاع عنف، حتى وين يكونوا يهود بعد زوجوا بهم ماهمش تاع عنف، خاطر اليهودي ما يذبحكش، هذا ما كان القاوري ما يذبحكش، الفرنسي ما يذبحكش، سادير جماعه الغرب هذو ما يتفاهمش معاك يقول لك الله يسهل، هذا ما كان. هو ما عندوش الشرف في الحاجه التافهه، هو بور لوي القاوري ولا الجهودي ولا الانسان المثقف، وهما يسميوها انسان طحان ولا يسميوها دايوث كما يقولوا هما، ما على بالهمش بلي الناس هذو اللي يهضروا كيما هكا راهم مساكن الناس جاهلين، هذه الناس لا غالب عليهم المخ نتاعهم هذا واش فيه، ما يخممش ما يقولكش بيكزومبل الراجل هذا اللي نقول عليه بيكزومبل دايوث راهو حتى هو عنده غيره اكثر مني، وراه قادر اذا نادرت جريمه واحده هو قادر يدير 20. بصح الانسان يقول لك يشوف لي كونسيكونس، لازم الانسان يحسب، ما تحسبش كي توز كيما الحراقه هذو مساكن، يحسب غير كيفاش يوصل بيكزومبل للطاليان، ولا يحسب غير كي يوصل بالعبالي شويه لوروب، احسب كي توصل واش راح دير. يقول لك راهو يفرج ربي، كيف يفرج ربي؟ وربي انت دير مشاكل وربي يفرج، لا انت لازمك حتى كي تروح راك عندك ان بروجي باكزومبل، قال اخويا كي نوصل هاو واش تو دابور هاو الصوار اللي راح نعيش بيهم، هاو عندي حبيبي اللي راح نروح عنده، هاو اخويا اللي راح يهزني، هاو البروجي نتاعي اللي راح نديرو باش ما نتعبش باطل ونحط روحي في بحر توالم نرجع ولا ما نرجعش. ماهوش قال كيما نقولوا كان واحد الناس يقول لك يا لوحه في السينكو، هذيك الهضره هذيك لوحه في السينكو ما تصلحش، ما كاينش السينكو هنا، هنا كاين برنامج لازمك دير، كي تحب دير حاجه لازمك دير برنامج نتاعك وتنجح فيه ولا تخسر فيه وتعاود ترجع وخلاص. مي تروح بك في فلوكه اي وصل هيه، كي توصل لبابك وين تشرق تغرب، وين تروح؟ وين تروح؟ شكون يهزك؟ شكون يعطيك؟ اذا عندك شويه صبر تقدر تهز روحك تقدر تحكي شهر شهرين، دونك لازمك دير برنامج. الوغ في هذا الشيء اللي حبيت نقوله هو ان الجزائريين مساكن
دوخوهم بالهضره هذه نتاع الاسلام ونتاع كما قلت لكم لو كريم دونور هذا نتاع الشرف وكذا. الشرف جاتهم الا في الحاجه التافهه، في الحاجه اللي مع اللي الناس كل ما همش عاطين لها قيمه، هما هذيك نتاعهم، هذيك نتاعهم. هاي مرتي خدعتني، هاي مرتي ما نعرفوش دارت لي، هاي مرتي. يا اخي يا اخي كن كون شوي عاقل، كون شوي عاقل. هل المرة هذه تروح تعقد عليها؟ ها؟ سالي تعقد عليها، انتوا تعقدوا مع بعضكم، خاطرش انا ما نحبش نسمع الكلام نتاع راني عقدت عليها، راني ماهيش اسكلاف تاعك. هذه مرة كيما انت كيما هي، تروحوا مع بعضكم للبلدية، هو جاب باها وهي جات انت جاب باك، ولا هي جات جاو ماليها وجاو ماليكم. وشكون يسنيا وسنيا وانت وهي كي تسنيتوا العقد يا اخي قلتوا بلي رانا راح نتزوجوا مع بعضنا داكو واش نديروا باش نديروا ان فوي هكا باش تعيشوا مع بعضكم صح ما تفهمتوش ولا صرا مشكله ولا منا اذا كل واحد يروح في حاله سيتو هذا مكان يبقاو اذا كان الاولاد لا جوستيس سوا اذا تفهمتوا بعضكم شكون اللي يدي الاولاد الله يسهل ما تفهمتوش كاين عداله العداله كاين قوانين مي ما تقوليش انا غدوه ما درتليش انا كشطت لها فمها خطاش ما درتليش العشاء يا خويا يا هل ترى يا هل ترى يا هذا الجزائري هذا يا هل ترى كي رحت تعقد على المراه هذه كتبتو في العقد هذاك الكونترا هذيك باللي كيما ديرليش العشاء نكسر لها فمها اذا مكتوب هكذا وهي سنيات وعندكم دوبل عند الويسي جوستيس وفي التريبيونال اني معك اني معك عندك في الكونترا مكتوب اذا لقيتها خدعتك مع واحد ها لازمك تقتلها اذا هكذا وقتلتها انا معك انا معك وعندك عندكم نسخه في عند الويسي جوستيس وواحده اخرى في كيف اسمه واحده اخرى عند في العداله اذا عندك الكونترا كيما هكذا راني معك انا على بالي بلي هاد الكونترا هذو كل ما كانش الشيء الوحيد هو انك تزوجت مع فلانه بنت فلانه تزوجتهم مع بعضكم ديروا فوي اليوم هالمراه هذه ما هداهاش ربي ولا مشت ولا ما على باليش ولا انت اللي ما هداكش ربي ولا واش كاين ما بيناتكم يا اخي افرق السوق كيما قال واحد افرق السوق يا خويا كل واحد يروح في حاله بقاو حوايج ما بيناتنا الى العائلات سورتو في عند الشاويه عندهم العائلات نتاعهم يدخلوا ماهمش كيما في لي زوتر فيل ها يدخلوا العراش يدخلوا منا باش يفريوها ما بيناتكم على الحوايج هذو صح ما كانش يا خويا نروحوا للعداله العداله تنصفكم هل اذا العداله مدت الاولاد للمراه ها مداهم المراه اذا المراه ما عندهاش حق تدي الاولاد وعطتهم البوي ما كانش مشكل واذا عندكم صوارد ما بيناتكم وعندكم منا يلقاو لكم حل وخلاص انت تروح في حالك ما يكون حتى مشكل والمراه تروح في حالها وما يكون حتى مشكل مي تروح توصل للقتيله ويجيو ناس يقول لك يا خويا انت كما على بالكش واش صرا يا ولدي انعلو الشيطان يا جزائريين يا جزائريين راه ما فيهاش كي تروحوا دوكا للعداله يقول لك رئيس المحكمه يا سي محمد انت علاش قتلت هالمراه هذه ايه خطرش يا سيدي رئيس المحكمه انا راني كنت درت لها قتلتها خطرش راهي كانت هي باش تقتلني اسكو هذا 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 جواب هذا ولا راهي خدعتني هي وخدعاتك تقتلها خدعاتك تقتلها ما تصلحش يا الناس ما تصلحش كيفاش انت زعما تقول بلي رانا ربع عائله ولا زوجت وراني عندي مخ نخمم بيه وراني منها وتروح للعنف وتروح للعنف العنف ما يجيبك والو وكاين ناس كيما قلت لكم نهزو باغ اكزومبل لهنايا شوفوا التعليقات يعني والله العظيم ساعات والله يحب واحد يتقيها وفي رمضان والله التعليقات نتاع الناس وحاسبين روحهم راهم ما كانش يمدوا في هي المشكله وين جايه ثاني الاف تاع التعليقات الاف تاع التعليقات باش يقول لك اخرين يقول لك علاه يدير الشيء هذا ولا يفضرين يلقاو قانون ولا يفضرين الدوله تدخل دير حمايه للمراه ولا لا لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول يا ولدي لو كان جيتو تعرفوا ربي راه ما يصراش هذا الشيء هذا ربيكم دايرين وكذاك قاعدين تلعبوا بالدين ريان ديتو ما تقلقوناش باش رمضان ما نحبش نقول حوايج اخرين خليكم ربي سبحانه خليوه على جهه خليوه اهضر على الواقع واش راه صاري في الواقع ما كانش امراه باكزومبل تقول لك انا لقيت وحده الوحده البارح وانا كتبت لها قلت لها والله ما تستاهلي تعيشي بها مع الدواعش هو الحق امراه اللي قالت للسيد هذا
مش في القضيه دي، قضيه اخرى ديك نرجعوا عليها من بعد. دونك تلقى في 100 تعليق واحد ولا زوج اللي يقول نو سي با سا العنف، لا الباقي كاملين لا حول ولا قوه الا بالله، شغل حاجه كبيره ممكن والو يعني. ولا شوف واش درت، شوف واش درت، شوفوا نتبعوا شويه على منا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، هذه كاملة معبية. فوالا، ما كانش ربي يرحمها ويجعل من عفواش وكذا ومنا، إلا الدين، إلا الدين فلتها. هذه اللي قاعد يطلع في هذا كل لا حول ولا قوة إلا بالله، الرمسة والرجل. هذوك كل تخيل عديت على 100 واحد ما كانش، ما كانش تعليق واحد يتكلم لك على المشكله، ما كانش. ما كانش خلاص، صار لي في تقريبا 100. غير لا حول ولا بون. سي عبد الله هذا كتب شويه نشوف ترى واش كتب. لا حول ولا قوه الا بالله، كما عشت هي يتيمه راه يعيشوا ولادها يتامى، اللهم نسالك الرحمه لها وان تنقيها من ذنوب كما ينقي الثوب الابيض وما نعرف واش وما نعرف واش من دنس، وترقها اهل احسان من اهلها وبيت احسان من بيتها ومنه 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 كامل. ما كانش حاجه يعني اللي يكتب يقول باكزومبل وعلاش هذه الجريمه هذه، ولا وعلاش الدوله ما تاخذ اجراءات، ولا علاش ما كانش راني نديرو هاك الا فرد. روح حوريه لا حول ولا قوه الا بالله. يا سيدي هذو تقريبا راني نلقى في 200. رانا فيه في لا حول لا حول فات. الدينين تاعنا تاع الجزائريين سبحان الله، الدين اللي عندنا احنا السعوديه بعد ما عندهمش. هذه لا ولا حتى يشعروا بالدين. لا حول والله، علاش حابسين لا حول. انا قاعد نطلع في لي كومونتير باش يكون في علمكم، تقريبا في 200 هكا. انا غير في لا حول دوك، كش ما لقينا واحد علق دوك نحبس، لنا نحبس عنده. حتى النساء كيف كيف، هذه حياه، هذه شوف واش تكتبها. لا حول ولا قوه الا بالله، ان الله وانا الى الله وانا الى راجعون، استغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. شعارات دوكا ولات حاجه كبيره. هاي سيدي هاي خلينا نزيدو، حنا طلعنا تقريبا 250، انا رايحين 300 راه نشوف واش كاين. هاي سيدي لا اله الا محمد، هذا لا اله الا الله، اللهم الطف بالامه المحمديه، اللهم ارحمها وارحم جنينها واحفظ اولادها ثلاث من كل سوء، وسخر لهم من يعليهم ويتكفل بهم. صاي ربي كي قلت انت كيما هكا صاي لا تو نوطي باش يتكفل كلش خلاص. انا هنا في لا حول، اسمحوا لي احنا في غير لا حول، اسمحوا لي كانت تقريبا في 300، انا في لا حول. بون مش غنضيع وقتي في هذه التفاهات هذو، تليمانياغ راكم تشوفوا تقريبا 300 واحد في هذا التعليق هذا نتاع لاباج هذه،
اللي هضرت على المشكل هذا غير لا حول لا حول. نروح نشوفوا اون باج اخرى ثاني، نروح نشوفوا اون باج اخرى ثاني، نشوفوا طه هذه لا حول نتاعهم هذه واش كاين ثاني حتى هنا. سيدي نشوفوا طاش لا باج هذه ثاني واش فيها. هالي هذا ما فيهاش تعليقات بزاف، نشوفوا طاش كيما كاين واحد اللي علق حاجه اخرى. لا حول لا حول، رانا في لا حول فوالا. بون هذه هذه راني انا علقت، راني علقت انا. علاش علقت؟ على اسمح لي تشوفوا هي هذه اكزامي ولا واحد اكزامي جي ام ولا منا كتب واش كتب بصح علاش ذبحها. سي تادير بالنسبه لي هو كاين سبب اللي خلاه يذبحها، كاين سبب. دونك اذا كاين سبب كيما يقول الانسان بالك راه عنده الحق. ما عندوش الحق يا ناس، ما عندوش الحق حتى يضربها مش غير يذبحها. ما عندكش الحق وين ولا شكون عطاك الحق؟ شكون شكون اللي عطاك الحق؟ قولوا لنا. انا قريت في الدستور ما كانش يقول لك الراجل يقتل مرته ولا يضرب مرته كي ما ديرلوش العشاء ولا ما كانش. اذا كان بعثوها لي. عندك الا تهضروا لي على الدين واش يقول الدين؟ حنا الساعه هذه مازلنا ماناش دوله اجراميه الساعه هذه مازال. نهار نديروا الناس يحكموا الحكم هذا وجماعه التلفيس الذباحين ويديروا دوله اجراميه ندبخوا واش قالوا هما. نحطوا المراه لهيه ونجيبوا الحجر ونفرضخوها. يا اخي هكذا يقول الاسلام نتاعكم، نتاعكم انتوما الاسلام هذا مش تاعنا. باسكو انا مسلم الاسلام تاعي ما يقولش كيما هكا. انا ندعي الاسلام ما يقولش دير العنف. انا الاسلام تاعي يقول لي يكون مسامح. ها واش يقول لي؟ او نتفاهم مع السيد هذا ولا نخرج معاه نقول له خويا تفضل كل واحد في حاله بقى على خير في الامان في الامان. ما تضربني ما نضربك سيتو، ما نقتل ما نضرب ما نسب ما ندير والو. انا هكا الاسلام تاعي يقول، هكا يقول كون مسامح بدات نسامح سيتو وكل واحد يروح في حاله ولا العدالة سيتو. هذا ما كان عندك الإسلام نتاعكم نتاع الذبيحة. أنا مانيش من هذا الإسلام هذا نتاعكم أنتوما، أنا متبري منه مانيش. إذا الإسلام يقول اذبح ويقول اقتل أنا مانيش من الإسلام نتاعكم هذا. هذا هو أنا عندي إسلامي بروبر موا هو أن الإسلام يقول تكون مسامح وما تدوش العنف. هذا هو. نحكي لكم حكاية صرات في لاصومالي. في لاصومالي إذا هذا هو الدين على هذاك الناس كل تهرب من الدين. واحد ما يحب يدخل الدين هذا ما كان. الدين تاعنا مش الاخرين. امراه في لاصومالي راحت خرجت مع انسان وهي مش مزوجه على كل حال، راحت خرجت مع انسان. من بعد شويه هكذا جاها شويه في راسها باللي شغل دارت معصيه دبل دبل معصيه. راحت الوحده تعرفها قالت لها يا بنتي انا راني درت غلطه وحبيت كيفاه ندير باش ربي يسامحني وكذا ومنا وربي غدوه يوم القيامه وكذا ومنا. اي بيان هذيك المراه هذيك تعرف. قالت لها قالت لها شوفي انا واش نقول لك، انا مانيش هنا باش نفتي. بصح راهم كانوا واحد المجموعه نتاع الدوله الاسلاميه راهم يدوروا في لاصومالي، ماهمش هما اللي يحكموا بصح هما اللي يدوروا. هذو الشباب هذو ولا ما عرفت كيف يسموهم، تقدري تروحي تسقسيهم وين تلقاهم. قلت لهم تلقاهم كيما قال واحد يدوروا بصح ما ينعتوش رواحهم للدوله يخوفوا. راحت المدبونه هذيك تسقسي عليهم وينهم الشباب هذو وينهم الشباب. فيكساو لها رونديفو مع السيد هذا زعما المفتي تاعهم هذا. خرجت له لبرا، خرجت له باسكو ما كانوش ما نجموش يتلاقاو في الاخر. راحت لهم لبرا تلاقاوها ثم مرحبا بك يا مخلوقه واش كاين؟ اني غلطت. واش غلطتي؟ غير الخير ان شاء الله. هاني وجدت هاني وجدت ما عنديش داكور. يسمى انت يا زنيتي قالوا لها. هذا هو داكور. اما اطلعي لهي لهي وقعدي حتى نجتمعوا ونشوفوا كيفاش. طلعوها لهي وقعدة. راحوا هما داروا اجتماع نتاعهم نتاع هذا كيف اسمهم الشباب نتاعهم هذو دي كريمينال دي ذباحين كيما هما كيما جماعه الفيس هذو جماعه كاملين. ومن بعد جاو يا مراه حبيت نحيو لك الخطا نتاعك اليوم في الدنيا وقدوه كي تروحي عند ربي بيك بينك بينو وي. قالت لهم ايه نحب. قابله قابله اي روحي معنا. داوها لواحد الحفره لاحوها في الحفره هذيك قالوا لها ادخلي هنا. دخلت وهي ما على بالهاش واش راح يديروا لها الزواليه مسكينه ما على بالهاش. لاحوها في هذاك المطمور هذاك وغلقوا الاخر خلاو لها الا راسها يبان.
وراحوا جابوا الحجر وقالوا لهم ارواحه اللي يحب يدي كما يقولوا هما الاجر واللي يحب يدي الحسنات، وطاحوا فيها بالحجر حتى نطيروا لها الدماغ. هذا هو الاسلام، هذا هي الهمجيه الاسلام، هكذا قال ربي، انا مانيش من هذا الاسلام هذا. فوالا وراني نقولها وراني صايب. فوالا دونك كتبت هذه بصها علاج ذبحها، هاني قلت لهم انا ما كانش فيها علاج، مهما كانت الاسباب فان مرتكب هذه الجريمه هو مجرم. فوالا عاود رجع لي هذا ولا هذه، قالت لي بصح الدخول الدواخل ما يعلم بها غير ربي سبحانه. واش من دواخل هذا؟ على جست رجعت لها، لا يوجد داخل وخارج ولا يوجد سبب لارتكاب الجريمه، هناك قوانين في الارض قبل القوانين تاع السماء. ها هو رجعت لهم. زاد تكتب لي انا قلت بالك يكونوا مشاكل عائليه، علاه انت مع كنت معاهم باش تحكم عليهم؟ بون هاني رجعت لها قلت لها بون داعينا نقولوا بلي عندها مشاكل سيدي معاه، كانوا مشاكل. يا هل ترى المشاكل هذو يخليوك باش تروح تقتل انسان؟ فوالا دونك هذو غير هذا هو التعليق الوحيد اللي كاين في هذه الصفحه هذه. الصفحات الاخرين كامل لا حول ولا قوه الا بالله. من البارح شفت اخرين يهضروا يقولوا شوفوا واش دارت، يعني باش تشوفوا باش ما نطورش عليكم في هذا الشيء هذا. انا بريميرمون نحمل مسؤوليه للناس اللي تسير في الجزائر، الناس المسؤولين على الدوله هما المسؤولين على الشيء اللي راه يصرى هذا كامل. بريميرمون علاش؟ اولا ils n'ont pas investi dans les mentalités des personnes يعني دي سيتويان، هذه الاولى ما راحوش خدموا عقليات نتاع الانسان من ليكول من البريمير حتى يطلع للفوق، ما كانش ما كان والو اوكان انفستيسمون، ما راحوش في ليكول او كونترير او كونترير او كونترير في ليزيكول دوك نجيو عليها بعد في لا فيديو واحده اخرى. راهم مازالوا المدارس تاع الجزائر يخرجوا لنا في الارهابيين، هذه فولتيغ هذه واحده. ثانيا قوانين نتاع الجمهوريه ما فيهمش عقاب، قال بيكزومبل بون فيهم عقاب صح اللي قتل 30 سنه واللي قتل منا ومنا ومنا، مي ما شدوش يديروا كما نقولوا حنا هالقضيه هذه مدام راهو القتيلات هذو نتاع النساء من طرف رجالهم ومن طرف بيانهم ومن طرف خيانهم في تصاعد كبير. لو كان هذه داروها قضيه وطنيه تاع المراه باش يحفظوا المراه وقال نديروا قانون ونعتوه يتكلموا عليه الصحفيين كاملين وفي الاذاعات وفي التلفزيون ومنا، قال اللي يرتكب جريمه ضد مرته نتاع هذا كيف اسمه اللي يسميوها هما جريمه شرف راهم نحكموا عليه بالاعدام. بالاعدام باش واحد كي يقتل على باله باللي راح يحكموا عليه بالاعدام. دوكا تنفيذ الاعدام كاين ولا ما كانش يحكموا عليه افي عاد يخرج حتى يموت في السجن دوكور باش يحبسوا علينا هذا المشاكل اللي راهي صاريه. خطره علاه الجزائريين مساكن ودخلوهم في راسهم، دخلوهم في راسهم باللي المراه سيتون اسكلاف، المراه جاريه عندهم يجيبها من عند مالها معزه مكرمه يجيبها عنده للدار يدير فيها واش يحب، يدير فيها واش يحب. وكي يتكلم قال مرطي من حقي، يا ولدي انت من حقك اسكلاف تاعك ولا اي ماهيش اسكلاف تاعك المراه هذه، لا هي من حقها باش تدير لك حوايج اللي ما تحبهمش انت ولا انت تقدر دير حوايج اللي ما تحبهمش انت. واذا داروا اي اخوسي معايا اي وقع على خير مدام كل واحد في حاله وخلاص. كيما جبتك من دار باباك نرجعك لدار باباك، اذا حبيتي نرجعك نهزك من ديك دار باباك تفضلي، ما حبيتيش تروحي وحدك الله يسهل عليك في الامان كل واحد يروح نتلاقى. اذا تفهمنا قال اختي هزي هاي هذه نتاعك اديها هاي هذه تقرضنا عليها نحب نعطيها لك اديها وروحي عافيني وفي الامان كل واحد يروح في حاله وخلاص. هذا ما كان قال لا ما تفهمناش. ايه ما تفهمناش واش لازم؟ لازم اربيتر داكور نشوفوا كيما قال واحد اذا كيما عند الشاويه يديروا جماعه كيما يقولوا هما يجيو جماعه هذو. قال ولدي فوالا تقبلنا على هذا الشيء هذا هي تقول تاعي ونلقاو حل. لقينا حل ايه با سي بيان. ما لقيناش شكون هو القاضي في البلاد؟ هما المحكمه. ايه با نروحوا للمحكمه، المحكمه الابتدائيه تحكم صح.
التريبيونال نقولوا غلط، دير كسروا الشرع، يروحوا لاكور المجلس، المجلس هو يزيد يشوف اذا غلطوا ويصحوا ويعطيو كل واحد حقه وكل واحد يروح في حاله، لا فيها لا قتيلة لا فيها لا ذبيحة ما فيها لا والو. دونك هذا الشيء اللي نقول فيه كيما كتب لي واحد السيد قال لي يا ودي راك تهضر مع الدواعش واش يفهموا، سي فري سي فري لا غير، علاش؟ باسكو الدواعش اللي راهم يفهم اللي يسمعوا فيا دركا راهم ما يخليو ما يبقيو، وهذا راهو طحان وهذا راهو مع كي يقولوا هما دايوث وهما خطاش، علاش هما؟ هذه سي لا فيبلاس، يعني الواحد كيضل فابل هذا هو الهضره نتاعو السبان، كي ما يقدرش يعطيك حاجه اللي يقنعك بها يولي يدورها سبان، ولو كان يحكمك تكون قدامه بالك يقتلك، علاش؟ باسكو عندهم عقليه الدواعش، هذه هي عندهم هما سي كوم سا الدواعش وخلاص، ما على بالهمش باللي لو كان قبل الصباح الناس يعني نورمالمون الدوله الحكومه هذه في كل بلاصه حتى في ليزيكول يعلموا الناس يقول لهم يا ولدي هالمرأة اللي راح تزوج بها هذه راهي ماهيش نتاعك، راهي ماهيش سكلاف نتاعك، هالمرأة هذه راهي بنت الناس وراهي جات باش دير معاك فوايي، ما عجبكش الحال يا خويا كل واحد يروح في حل نتاعو، وحتى نورمالمون نورمالمون دركا حتى في العقد في العقد بعد في العقد نورمالمون رئيس البلدية يجيب يدير لاشارب نتاعو هذيك التريكولور ويجي يقعد معاهم باش يسنيو العقد، يقولوا له اسمع يا سيمو يا سي كرفاس المرأة هذه غدوة تحكمها في وسط 10 نساء 10 رجال راك ما تهدرش معاها، ما تهدرش معاها، ما تحبش تزوج قول روح معاش تزوج سيتو، قال لا نقتل، إيبا تقتل المرأة تقبلي تروحي مع السيد هذا قالت نقتلك، إيبا ما كانش في الأمان كل واحد في حاله، ما فيهاش هذي وعلاش؟ ما فيهاش سبب القتيلة، ما فيهاش سبب العنف، ما فيهش سبب، أو نتفاهموا راح نتزوجوا مع بعضنا انا مع بعضنا، كنت بربي باش ما تفهمناش على ماكله ولا على لبسه ولا على شراب ولا على كيما قال واحد، يا خويا كل واحد يروح في حاله، كل واحد يروح في حاله، لا اخويا راهي مرتي، يا ولدي انت مرتك نتاعك ولا انت شريتها بدراهمك ولا تو لا اشتي، اذا راح نوليو تو لا اشتي يسمى رانا في رانا اذا شريتها بدراهمك يسمى رانا مازلنا في العبوديه، مازلنا في العبوديه، وعلى هذا يا ناس انا نزيد باش نكمل الفيديو نتاعي خطابي ديما للبنات، يا بنات ردوا بالكم يعيركم يقول لكم نتوما راكم ما عرفتوا ما عرفوا شي هو عاهرات ولا ما عرفش كيفاش يقولها ما نعرفش العربيه سمحوا لي ولا با سمحوا لي مش عاهرات راكم برطوا، انا لو كنت في بلايصكم لو كان جيت انا مرا في بلاصتكم نقعد نبور نبور وما نديش واحد دباح، نبور وما نديش واحد دباح باش نتفاهموا مليح، دونك ما تقبلوش تزوجوا بالذباحين، انا نعاودها ونقولها ما تقبلوش تزوجوا بالذباحين، اذا يحبوا يقفلوا لي لاشين تاعي خلي يقفلوها، هذا ما كان، انا نقول لكم اذا باش تروحوا تتقتلوا باش تروحوا تذبحوا ما تزوجوش، روحوا تزوجوا بالناس اللي كرموكم واللي يعرف قيمه المراه واش هي، اللي يعرف باللي غدوه يا خويا كاين مشكل كل واحد يروح في حاله، تيتو نجي ندير انا وياك كوميرس، نجي ندير انا وياك كوميرس، ايماجينو انت ما هداكش ربي تسرقني نجي نقتلك، هاي ما كانش ما نجمش جو با، انت ايماجينو انا ما هدانيش ربي نسرقك تقتلني ما كانش، وهذه تاع تاع الشرف نعلو الشيطان يا جماعه نعلو الشيطان يا ناس، الشرف ما يجيش في الحاجه ديغولاس ما يجيش في الحاجه الخامجه، الشرف نتاعك هو كي ما تجيبش الماكله للمراه نتاعك هذاك هو الشرف نتاعك، الشرف نتاعك هو كي ما تنجمش تعيش عائلتك وتروح تخليهم وتروح ما على باليش وين وتروح تشوف حاجه اخرى وتخلي عائلتك يبقاو مساكن وحدهم وما تروح لهم، هذاك هو الشرف نتاعك، الناس تضحك عليك قال لك تشوفوا خلال العائله نتاعو بالشر وراح يشطح ولا راح يبيع، هذاك هو الشرف نتاعك، مي الشرف نتاعك ماهوش في حاجه تافهه، حاجه تافهه اليوم انا نقول لكم الحق المسؤوليه الكبيره راهي على عاتق الدوله، خاطرش الدوله لو كان حمات المراه بالقوانين غدوه المراه قادره ما تزوجش، انا لو كنت جيت رئيس الجمهوريه ندير قوانين من حق المراه ما تزوجش ومن حق المراه تقعد سيليباتير ومن حقها تدير ولاد،
من حقها تروح تجيب اولاد وتكتبهم باسمها ذكور، ما فيها لا دين لهم يحزنون. اللي يحب الدين يطلع يروح عند ربي سبحانه عز وجل ويقول له هاو كيفاش هاو كيفاش هاو كيفاش. هنا في الدنيا كاينه اثار دنيويه، فوالا هذا رايي على كل حال. اللي ما عجبوش الحال الله يسهل عليه كما يقول الانسان، وهذا هو. نقول لكم كيف دير هنا ان شاء الله، من بعد نزيدو نعاودو نرجعو في كانش اوتر فيديو، وكاينين نتكلموا على اوتر مشاكل اللي صراو عندنا في الجزائر. اتو تالا.